قولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد التحية والشكر والتقدير لقناة الرسمية على تواصل معنا، نفتح بإذن الله اليوم مركز الشرطة الكريمية بناء على القرار الصادر من السيد معالي وزير الداخلية 12-13 برفع عدد من نقاط الشرطة إلى مركز الشرطة لصالح مديرية أمن الجفارة، وبإذن الله من تاريخ اليوم البدء مركز الشرطة الكريمية في أداء واجبات اتجاه نطاق الجغرافي لبلدية الصواني وبالتعاون مع الفرع البلدي الصواني بإذن الله. كما نتقدم الشكر والتقدير لجميع الزملاء من بينهم أخي وزميلي عميد علي العزازي مدير أمن جادو، ونحن استدعاه اليوم لإعداد خطة مشتركة معنا المديريات المجاورة بإذن الله من تاريخ اليوم. وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية يعني السيد عادل هجرسي وكيل ديوان بلدية صواني بن يادم، نحب في البداية نشكر السادة الحضور وعلى رأسهم السيد مدير أمن جفارة والضيوف الكرام وعلى رأسهم السيد مدير أمن جادو الذين حضروا معنا اليوم لافتتاح مركز الشرطة الكريمية، وهو المركز الذي تم رفعه من نقطة إلى من نقطة شرطة إلى مركز شرطة بناء على قرار وزير الداخلية. نشكر جميع القائمين على هذا العمل وعلى رأسهم السيد مدير الأمن، وكما نشكر الضباط والأفراد الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، ونحن نشد على أيديهم ونقول لهم بارك الله فيكم، وإن شاء الله يعني المنطقة تكون يعني آمنة، وإن شاء الله تقدموا خدمات للمواطن ونشوفوها في أحسن صورة يعني. بارك الله فيكم ومشكورين. لازم ميلود الحكيمي أحمد بن نايل صفة مختار المحلة. اليوم وفي هذا اليوم المبارك نفتتح مركز شرطة الكريمية بحضور مدير مديرية الأمن وبعض الضباط والأفراد هذا المركز لكي يقوم بخدمة أمن وحماية المواطن بهذه المنطقة. وعليه أشكر كل من ساهم في افتتاح وتنفيذ هذا المركز بهذه المنطقة، سواء كان مديرية الأمن أو وزارة الأمن أو وزارة الداخلية. أشكر الجميع وأشكر الحضور وأشكر مختاري المحلات لحضور هذا الحفل، وأتمنى لهذا المرفق السداد والعون وحفظ الأمن. وأشكر رئيس مركز الكريمية وأفراده وضباطه على المجهود الذي بذلوه لاستكمال هذا المقر وتجهيزه وتم افتتاحه لهذا اليوم. في النهاية أشكر الحضور، أشكر الحضور وأشكر مدير مديرية الأمن على ما بذله في إنجاز هذا المرفق، وشكراً.